وفيما يتعلق بتمويل المشاريع الكبرى المهيكلة، فإن الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي من شأنها أن يكون لها عائداً على الاستثمار على المدى المتوسط تشكل هي أيضاً أداة بديلة لأساليب التمويل التقليدية، ويشكل هذا النوع من الشراكة طريقة تمويل بديلة تلجأ السلطات العمومية من خلالها إلى مقدمي الخدمات من القطاع الخاص من أجل تمويل وإدارة واستغلال المرافق العمومية. وسوف نقوم من خلال مجلسكم الموقر بمناقشة نص القانون الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأيام المقبلة، حيث أدمج نص هذا القانون في إطار المشاريع التي سوف يناقشها برلماننا الموقر.